السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنشرح النهارده تاني جزء في chapter بتاع growth and development. هنتكلم النهارده في الجزء بتاع newborn. احنا عارفين ان خلاص احنا قسمنا المراحل العمريه بتاعه الطفل لسبع مراحل، واول مرحله فيها قلنا اللي هي prenatal period، ودي قسمناها ل germinal embryonic والفيتال. طبعا دي ما فيهاش شرح عندنا في الكتاب، هي حاجات عمريه فمالناش دعوه بيها، دي داخل الرحم. منذ ولادة الطفل هيبدأ يكلمني بقى عن ايه الحين، يعني الحاجات اللي بتحصل في النمو وتطور للطفل في كل مرحلة منهم. تاني مرحلة دخلنا فيها على طول بعد البرينيتال بيريود، وهي مرحلة النيو بورن اللي هو الطفل حديث الولادة، وده موضوعنا النهاردة. يعني ان شاء الله الموضوع بتاع النيو بورن ده ان شاء الله يعني هيبقى اسهل موضوع فيهم. يعني نيو بورن ستيج اللي هي مرحلة بتاعت الطفل حديث الولادة is the first 4 weeks or first months of life. بديهي احنا قلنا ان مرحلة ان النيو بورن طفل حديث الولادة from birth to 1 month لحد شهر، فطبيعي ان ده يكون first months of life او يكون اللي هو first 4 weeks of life او الاربع اسابيع او اول شهر من حياة الطفل ده. It's a transitional period، هي عبارة عن فترة انتقالية. ليه فترة انتقالية؟ الطفل ده كان موجود فين؟ موجود داخل الرحم، بعد كده طلع فين؟ طلع بره الرحم، يعني خارج طلع بقى اللي هو ايه، يبدأ حياته الجديدة خارج الرحم. فتعتبر transitional period from intrauterine life to extrauterine environment، من الحياة داخل الرحم للبيئة الخارجية خارج الرحم. The gestational age of normal newborn، يعني ان العمر الرحمي الطبيعي للاطفال from 37 weeks من 37 اسبوع to 40 weeks ل 42 اسبوع of intrauterine life في داخل الرحم. يعني العمر اللي بعده او فترة الحمل بمعنى اصح اللي هو بيقولها لنا هنا 37-42 اسبوع. يبقى newborn stage definition بتاعها عبارة عن the first 4 weeks or 1 month of life. It's the transitional period from an intrauterine life to extrauterine environment. The gestational age دي بقى أكمل بقى اختر أيا كان 37 أسبوع ل 42 أسبوع. تمام. بعد كده في كل مرحلة من المراحل اللي هنتكلم فيها بعد كده من المراحل العمرية هيبدأ يتكلم على ال physical growth وال physiological growth اللي هو النوعين بتاع الجروس، ويبدأ يكلمني على الديفلوبمنت بالأنواع بتاعته. تمام. أول حاجة اللي هو ال physical growth اللي هو النمو الجسدي. النمو الجسدي زي الهايت، الويت، الهيد سيركمفيرنس، الشست سيركمفيرنس، وهكذا هنبدأ نتكلم عنه دلوقتي إن شاء الله. أول حاجة الويت، الطفل الحديث الولادة اللي لسه مولود ده وزنه بيتراوح من 2.7 كيلو لأربعة كيلو. يعني أربعة كيلو دي مستبعدة، يعني أربعة كيلو ده يبقى شاكين إن هو دايابيتيك. تمام. يعني ممكن نقول إن المتوسط بتاعهم من 3.5، بس طالما موجود عندنا في الكتاب كده فاحنا هنلتزم بالكتاب. إن الوزن بتاع الطفل حديث الولادة بيكون من 2.7 كيلو لأربعة كيلو. normal newborn loss of 5% to 10% of weight by 3-4 days after birth. يعني بيقول لي انه الطبيعي بيحصل ان الاطفال حديث الولادة دول بيفقدوا من 5-10% من وزنهم في اول 3 أو 4 أيام من حياته. طيب ده بسبب ايه؟ يعني الطفل ده بيفقد من 5-10% من وزنه ليه؟ هل ده طبيعي؟ اه طبيعي. ده بسبب ايه؟ بسبب 4 عوامل. اول حاجة ان بيحصل withdrawal of hormones from mothers، يعني الطفل ده كان متعود انه بيجيله هرمونات دايما من الام ايا كان نوع الهرمونات دي ايه. طيب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا كاتنج للامبليكال كورد، قطعنا الحبل السري اثناء عمليه الولاده، فالهرمونات دي ما عادش بتروح للطفل، فكميه الهرمونات قلت. فلما تقل كميه الهرمونات وزن الطفل هيقل. تاني عامل loss of excessive extracellular fluids، يعني بيحصل فقدان في السوائل الخارج الخلايا الزايده عن حاجه الجسم. هي اصلا زايده عن حاجه الجسم، فهي زايدة، فلما أنا هتخلص منها، أنا مش عايز هتخلص منها، فلما هتخلص منها هيقل وزن الجسم. كمان ال passage of the meconium اللي هي الفيسز اللي هو الستول and the urine والبول، فطبيعي ان هو هيقلل من حجم الجسم بتاع الطفل. بالمناسبة الميكينيوم مش هو الستول، يعني الميكينيوم ده العقي، هو عبارة عن، لا هو الستول بس، يعني
انا كنت عايزه افرق بين حاجتين دلوقتي، اللي هم في حاجه اسمها ان هو السائل الامنيوس اللي بيكون محيط بالجنين، ودي حاجه بتكون معقمه بتبقى موجوده في المعده والرئه بتاعه الطفل اثناء تواجده في الرحم، دي بتكون طبيعيه اصلا موجوده. وبعد ما الطفل بيخرج يعني بيخرج من الرحم او بعد ما بيتولد، الماده دي المفروض انا بعمل ساكشننج بشفط للطفل عشان الحاجات دي ما تدخلش في الرئه ويبتلع الطفل وتدخل الطفل مشاكل وفي غنى عنها. تمام، المفروض ان الحاجات دي حاجه طبيعيه بتحمي الطفل، بتعمله سبورت وبتساعد على الجروث بتاعه كمان. تمام، فالحاجات دي انا بطلعها اصلا في التشفيط، دي حاجه، فانا لما بطلعها في التشفيط فبيقل وزن الطفل برضه. تمام، الحاجه التانيه ان في حاجه اسمها اللي هي المكانيوم اللي هي العقي، اللي دي اول ستول بيعمله الطفل بيبقى يكون لونه جرين، يعني دارك جرين، بيكون اخضر غامق كده. تمام، واليورين طبيعي ان الطفل لما يخرج يورين حجم الجسم او وزن الجسم بتاعه يقل. بعد كده ليميتد فود انتيك، طفل لسه مولود مش قادر يستوعب اصلا ان هو خرج من الحياه الرحميه اصلا اللي كان فيها، ومعتبر نفسه ان هو لسه موجود اصلا في الرحم، فالريفلكس بتاع السوكينج او اللي هو الريفلكس بتاع المص بتاعه يعني لسه مش شغال احسن حاجه يعني، فطبيعه الغذاء بتاع الطفل ده هتكون مش احسن حاجه. وكمان دي حاجه، كمان حاجه، ان الام لسه والده دلوقتي، سواء كانت بقى سيزيريان او نورمال، يعني سواء كانت قيصري او طبيعي، فالام اصلا طالعه من حاجه صعبه، طالعه من ولاده، الولاده دي حاجه صعبه جدا، فطالعه من ولاده مش هتبقى عندها القدره الكافيه انها ترضع الطفل او تعمل له فيدنج بالكفاءه اللي هي برضه. تمام، يبقى ليه الطفل بيفقد من 5-10% من وزنه في الثلاث لاربع ايام الاولى من عمره؟ ده بسبب اربع عوامل، قلنا بسبب اللي هو نقص الهرمونات اللي بتكون واخدها من والدته او من مامته، وكمان اللي هو التخلص من السوائل الزايده، وخروج المكانيوم والفيسس واليورين، والليميتد فود انتيك. ده بالنسبه للويت. بالنسبه لللينس اللي هو الطول، طفل لسه مولود لو ذكر، لو بوي طول بيكون بتاعهم كام؟ 50 سنتي. لو جبنا مزوره كده بقسنا طولهم من الهيد للتويز هتكون 50 سنتي، الجير اللي بتكون 49، يعني اقل منهم بواحد سنتي. بعد كده هيبدا يديني بقى نورمال رينج، يعني معدل طبيعي كده المفروض يكون من 47.5 ل 53.75 سنتي. يعني مثلا هو في الاول قال لي للذكر 50 سنتي، فانا لو لقيته مثلا 48 فاقول ده اب نورمال، لا هو مدينا نورمال رينج من 47.5 ل 53.75. تمام، بعد كده الهيد سيركمفيرنس، يعني اللي هو المحيط بتاع الراس، محيط الراس بتاع الطفل ده، الرقم ده يتحفظ، يعني مهم جدا، يعني هنستفاد فيه بعدين، بعدين في الشغل مش بعدين دلوقتي في الدراسه. محيط الراس بتاع الطفل الحديث الولاده ده بيكون من 33 ل 35 سنتي حسب المعايير الدوليه طبعا. بيقول ان الهيد بتكون ربع طول الجسم، يعني الجسم هقسمه هي ربع طول الجسم، وبيقول لي ان السكول هاز تو فرونتينيلز انتيريور بوستيريور. وده نيجي للمهمه بقى، والسؤالين او النقطه دي مهمه قوي، ان في يافوخ في الجمجمه، اليافوخ الامامي واليافوخ الخلفي، الجزئيه دي مهمه، بتيجي مثلا مقارنه بين الانتيريور بوستيريور فرونتينيل. انتيريور يعني امامي، الانتيريور فرونتينيل اللي هو اليافوخ الامامي اللي هو ايه، اكيد كلنا شفنا اطفال حديثه ولاده يعني، فحد من قرايبنا او حتى احنا لو بنشتغل حضانات وكده يعني، فاليافوخ ده اللي هو الجزء اللي بيبقى في دماغ الطفل من قدام، من فوق كده حته طريه، يعني ساعات بتحسها في الاطفال بتطلع وتنزل كده، هو ده اليافوخ اللي بيقولوا عليه النافوخ، عندنا هنا بنقول عليها النافوخ بس هي الاسم الطبيعي لها يافوخ. المهم ان الانتيريور فونتانيل ده بيكون الدايموند ان شيد، يعني معين الشكل، مهم قوي افرق ان الانتيريور فونتانيل دايموند ان شيب، اما البوستيريور تريانجولار اللي هو مثلث الشكل. تمام، الانتيريور انتيريور فونتانيل بيقع بين، لو بصينا عند النورمال سكال اوف ذا نيو بورن اللي موجوده عندنا، الصوره اللي موجوده في الكتاب دي مدينا التشريح بتاع الجمجمه، فبيقول ان في اربع عظام بتقع بينهم الجمجمه، سوري بتقع بينهم اليافوخ الانتيريور فونتانيل. الانتيريور فونتانيل بيقع بين تو فرونتال بونز،
يعني العظمتين الجبهتين اللي قدام، والتو باريتال بونز العظمتين اللي هما تحسهم كبار موجودين عندنا في الصورة هنا. تمام. بعد كده بيقول لي ان العرض بتاع اليافوخ الامامي من 2 ل 3 سنتي، والطول بتاعه من 3 ل 4 سنتي. طبعا دي حفظ ما فيهاش اي فهم خالص. it closes at من 12 ل 18 شهر من العمر بتاع الطفل. يعني اليافوخ الامامي بيغلق عند من 12 ل 18 شهر، والنقطة دي مهمة قوي. يبقى ملخص للانتيريو فونتانيل اللي هو معين الشكل، بيقع بين تو فرونت اند تو براتيال بونز، العرض بتاعه من 2 ل 3 سنتي، الطول من 3 ل 4 سنتي، وبيغلق. يعني اليافوخ ده بيقفل، اليافوخ ده حاجه طريه بيقفل بقى ويستبدل بالعظم، يبقى المنطقه كلها جمجمه كده او كلها سكال عند من 12 ل 18 شهر. بعد كده نتكلم على البوستيريو فونتانيل. احنا قلنا ليها ترينجلر ان شيب، يعني مثلث الشكل. تمام. لو بصينا برضو في نفس الصورة اللي موجودة عندنا، هنلاقي انها بتقع بين ثلاث عظام، عظمة الاوكسيبيتال اللي هي عظمة القفا اسمها الاوكسيبيتال، والعظمتين اللي هما الباريتال. تمام. بعد كده it closes by the end of the first to the second month of age، يعني بتقفل من شهر لشهرين من عمر الطفل. تمام. يبقى لو جينا نقارن كده بسرعه بين الانتيريور والبوستيريور فونتانيل، اللي هنقول يعني الانتيريور ده بيكون دايموند ان شيب، اما اللي هو البوستيريور بيكون ترينجولار ان شيب. يبقى الانتيريور فونتانيل بيكون معين الشكل، اما البوستيريور بيكون ترينجولار. الانتيريور بيكون ما بين اربع عظام، التو فرونتال اند تو باريتال، اما البوستيريور بيكون بين ثلاث عظام، اوكسيبيتال وتو باريتال. الانتيريور بيغلق عند من 12 ل 18 شهر، اما البوستيريور بيغلق عند من شهر لشهرين. بعد كده عندنا حاجه مهمه جدا جدا بتتكرر في الامتحانات، اللي هي الكابيت سكسدينيوم اللي هو التجمع المائي. من اسمه تجمع مائي، يعني عباره عن ان في ميه اتجمعت في الدماغ، صح كده؟ طيب. سويلينج هي عباره، الديفينيشن بتاعها بقى عباره عن سويلينج، تورم او ريديما of the presenting part في الجزء المجيء، ايا كان الجزء المجيء من البيبي ده ايه. of the skull من الجمجمة. due to pressure during labor، نتيجة ان حصل ضغط على المنطقة دي اثناء عملية الولادة. leading to accumulation of fluids، فده بيؤدي الى تراكم السوائل. and disappear by the third day، بدأ اختفي اليوم التالت. يبقى الكبد سكسدينيوم التجمع المائي هو عبارة عن swelling او اديمة، ده بتظهر في ال presenting part من ال skull due to pressure، ان حصل ضغط في عملية الولادة، فالضغط ده ضغط على منطقة معينة فخلى التجمع بتاع السوائل في منطقة واحدة فقط، فحصل accumulation للفلويدز، وده بيختفي في اليوم التالت عادي طبيعي من غير اي تريتمنت عادي. تمام. بعد كده السيفالوهيماتوما هو التجمع الدموي. التجمع الدموي هو عبارة عن accumulation of blood، احنا قلنا بالعربي تجمع دموي، يبقى بالانجليزي accumulation of blood. طب البلد ده بيتجمع فين؟ between البريوستيوم. طيب ايه هو البريوستيوم؟ البريوستيوم ده عبارة عن membrane cover the surface of the bone، بيغطي السطح بتاع العظام. and flat bone of the skull اللي هي العظام السطحية بتاعت الجمجمة، وده بيحصل له disappear، بيختفي بعد اسابيع قليلة. بعد كده عندنا اللي هو الشست سيكرفيرنس، اللي هو المحيط بتاع الصدر، ومحيط الصدر ده بيكون من 30.5 سنتي ل 33 سنتي، يجوالي من 2-3 سنتي للزن هيت سيكرفيرنس. احنا قلنا هيت سيكرفيرنس بيكون من 33 ل 35 سنتي، فالشست سيكرفيرنس هنا من 30.5 ل 33، فالفرق بينهم تقريبا من 2-3 سنتي. وكده احنا خلصنا الفيزيكال جروس. ندخل بقى على الفيسيولوجيكال جروس. الفيسيولوجيكال اللي احنا قلناه ان احنا في المحاضرة الاولى في الجزء الاولاني بتاع الانترودكشن، ان احنا بنعمل ميجرمنت للفيسيولوجيكال جروس من خلالنا بعمل ميجرمنت للفايتال ساينس. تمام. اول حاجة بتكلم على تمبريتشر، طبعا دي برضو حفظ ما فيهاش فهم. تمبريتشر في نيوبورت بيكون من 36.3 ل 37.2، الهارت ريت ضربات القلب بتكون من 100 ل 160 بيتس بير مينيت، والريسبيريشن بيكون من 30 ل 60 نفس في الدقيقه. تمام. السكين كاركترستكس بقى اللي هي الخصائص بتاعه السكين بتاعه الجلد، فيها خمس حاجات. اول حاجه هتكلم على السكين كلر اللي هو اللون بتاع الجلد.
السكين كلر اوف نيو بورن از ريد اور دارك بينك، يعني المفروض ان هو بيكون بينك سواء كان بقى ايه ريد او دارك. تمام، لونوجو هير وهي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن definition بتاعها is the fine hair، هو عبارة عن شعر دقيق over the body مغطي الجسم، most evidence on the shoulders يعني بيحصل في الشولدر الاكتاف الباك الظهر الاكستريميتيز الاطراف forehead الجبهة، and disappear during the first week of life بيختفي خلال الاسابيع الاولى من الحياة. يبقى بتركز فين؟ اللي يهمني على الشولدرز الباك الفورهيد الاكستريميتيز وبيختفي خلال الأسابيع الأولى. طبعا دي بتكون أكثر يعني أنا بشوفها كتير فين، بشوفها كتير في الأطفال اللي هما المبتسلين عن الأطفال كامل النمو. تمام، بعد كده الفيرينكس كاثيوزيا اللي هي عبارة عن طبقة شمعية. طبقة الشمعية دي زي ما موجودة عندنا في الصور كده إذا تشيز لايك شبه الجبنة، يلوى شوية سبستانس يعني مادة كده لون ما بين الأبيض والأصفر كده، sometimes like to cream cheese covers the newborn skin. طبعا دي ما بتبقاش موجودة في البريتير، ما بتبقاش موجودة في الأطفال ناقص النمو. disclumation أو اللي هي peeling التقشير it's okay during the first menstrual 4 weeks of life، تظهر من 2-4 أسابيع من الحياة ومن عمر الطفل ده. due to shrink or separation of the placenta النتيجة ايه؟ ان حصل انفصال للبلاسينتا. بعد كده مونجولين سبوتس، مونجولين سبوتس دي هي عبارة عن زي ما ظهر في الصورة برضو، هي عبارة عن blue bag pigmented يعني صبغة زرقاء بتظهر بقى ايه على البيز of back الظهر and the buttocks usually disappear during the preschool age without treatment، يعني بتختفي قبل دخول المدرسة من غير treatment من غير أي علاج. تمام، طيب senses of newborn يعني الحواس عند الأطفال حديث الولادة، هتكلم عن 5 حواس بالنسبة للvision الرؤية. البيوبلز react to light، يعني لو جبت torch أو كشاف ويسلطه على عين الطفل فهلاقي حجم البيوبل بيصغر عشان يقلل من كمية الضوء اللي داخل العين دي، يعني ولو بعدت عنها الضوء هتبدأ توسع تاني، بيحصل ايه؟ بيحصل normal response من البيوبل. بعد كده بالنسبة للhearing sounds or heard well before 10 days of life، يعني قبل 10 ايام من حياة الطفل كده بيحصل ان الطفل ده بيسمع كل الاصوات اللي حواليه، بيستجيب للحاجات دي يعني بيعمل ايه؟ بيعمل اما كراي يا اما اي movements. بعد كده بالنسبة للتوتش it's the most highly developed sense، يعني هي عبارة عن أكتر حاسة متطورة. it's mostly at lips شفتين tongue لسان ears أذن and forehead عجبها. test التذوق well developed، التذوق ده مهم قوي مهم قوي قوي يعني. well developed as better and sore fluids، يعني متطور جدا لأن الطفل resisted لأن الطفل بيقاوم الأطعمة أو السوائل اللي بتكون مرة وحامضة، الحامضة اللي فيها لسعة والمرة. while sweet fluids are accepted يعني حاجات اللي بتبقى ايه مسكرة أو فيها سكريات بيقبلها عادي مش بيقاومها. تمام، smell ليه حاسة الشم only evidence in the newborn infants search for the nipples، يعني ده بس اللي بيحصل في الأطفال لأنهم بيدوروا على النيبلز. ليه؟ لأنهم بيحصل لهم أنهم بيعملوا سميل البريست ميلك بيشموا اللبن. بعد كده هيبدأ يدخل بقى في الجزء بتاع ريفلكسز في نيوبورن، هما 4 ريفلكسز وأهم من بعض. أول حاجة الفيدينج ريفلكسز يعني اللي هي الانعكاسات الخاصة بالفيدينج. أنا دلوقتي لما أمسك الببرونة مثلا وأقربها من الفم بتاع الطفل، طبيعي إن الطفل إيه بيحرك بقه يمين وشمال عشان إيه؟ عشان يدخل الببرونة دي أو يدخل التيتينة بتاعة الببرونة دي في بقه، فبيبدأ يرضع. حركة بقه يمين وشمال عشان يدخلها دي اسمها إيه؟ اسمها الروتينج. تمام، حلو، الببرونة دخلت في بقه الحمد لله، هيبدأ يعمل إيه؟ يمص، اللي هي اسمها الساكينج، ساكينج ريفلكس اللي هو المص. تمام، دخلها ومص. تمام، بعد كده هيبدأ ايه يبلع
ما هو مش هيراكم اللبن ده في بقه، هيبدأ ايه يبلع البلع اللي هو اسمه ايه سوالوينج ريفلكس. طيب اخد كمية كبيرة من اللبن ومش قادر ان هو يبلعها كلها، هيعمل ايه؟ جاجنج، اللي هو انعكاس الطرد، هيخرج اللبن الزيادة من الفم بتاعه. تمام، يبقى الفيدينج ريفلكس هي الروتينج والساكنج والسوالوينج وجاجنج. بعد كده تاني ريفلكس وهي البروتكتيف ريفلكس، يعني انعكاسات الحماية. البلينكينج اللي هو الرمش، اي حاجة بتقرب من عينه ايه بيغمض عينيه على طول. الجراسبنج اللي هو ماسك الاشياء بيمسكها في ايديه، اي حاجة بتتحط في ايديه بيمسكها ويكلبش فيها وصعب اوي ان يطلعها من ايديه. والتونيك نيك اللي هو يعني لما بحطه على ظهره بيقلب نفسه كده، بيحس ان يكون الجزء اللي قريب من الهيد او الجزء اللي نايم عليه بيكون متني، والجزء التاني بيكون مفرود. لو نايم على جنبه اليمين هيكون ايده ورجله اليمين متنيين والتاني مفرود. تالت انعكاس وهو المورو ريفلكس، انعكاس مورو اللي هو الخضه، يعني اقل صوت او اقل حركه جنبه بتخضه، بتظهر عليه اعراض ايه؟ او مثلا لو هو محطوط على ملايه وانا شديت الملايه مره واحده من تحته، فيظهر عليه اعراض ان هو انطرب بتخض، بتلاقيه فرد جسمه مره واحده وايده ايده ورجليه الاتنين فتحوا وممكن يعيط كمان. ده مورو ريفلكس، او زي ما موجود في الصوره بالظبط كده، فاتح ايديه كده. بعد كده الكوفينج اند سنيزنج اللي هو ايه الكحه والعص، دي ريفلكسز بتاع نيو بورن. فيدنج ريفلكس، بروتكتيف ريفلكس، مور ريفلكس، كوفينج اند سنيزنج. بعد كده نيدز اوف نيو بورن انفانتس، يعني الاحتياجات بتاعه النيو بورن. نشيل كلمه انفانتس، احنا نتكلم دلوقتي عن الاحتياجات بتاعه النيو بورن، طفل عدس الولاده. محتاج اول حاجه خالص اللي هو مينتينج كلير ايروي، يعني بحافظ على النظافه بتاعه الايروي، يكون نظيف وسالك. هو الطفل ده ايه نيو بورن، يعني لسه مولود، انا يعني دلوقتي لو استقبلته من الولاده، لسه مستقبله من الولاده، فهحافظ على الايروي بتاعه نضيف ازاي من خلال هعمل ساكشننج، هشفط الماده اللي احنا لسه قايلين عليها ان هي بتبقى موجوده نورمالي موجوده في الفم او الشيست عادي، والابدون بتاع الطفل بتبقى موجوده عادي، بتساعد على موت الطفل وتعمل له سبورت اثناء تواجده فتره الحمل. تمام، فهنعمل سكشنينج هنشفطها عشان نحافظ على ايه، على الاير واي بيتنس او مفتوح يعني. ماشي، بعد كده بحتاج ورم، بحتاج ان انا اعمل ورمز اللي هو تدفئه من خلال بحطه على الهيتر او السيرفو او اللي احنا بنسميها بالعربي الدفايه. بروتكشن فروم الانفكشن، انا بحميه من العدوى. الطفل ده لسه مولود، المناعه بتاعته ضعيفه، اقل عدوى هيتعرض لها او اقل ميكروب هيتعرض له هيبهدله جدا وهيسبب له امراض ومشاكل. بعد كده لاف اند سكيورتي اللي هو الحب والامان من خلال اتاتشمنت، علاقته بوالدته. طبعا عندنا حاجه مهمه جدا عشان نقوي الرابط او العلاقه بين الطفل وامه منذ الولاده، من خلال ان يحصل تلامس الجلد ما بين الام والطفل منذ عمليه الولاده على طول. بعد كده النيوتريشنال نيدز، طبعا نازل محتاج ان هو يتغذى، محتاج ان هو ايه يرضع. اخر جزء معانا بقى في النيو بورن وهو nursing care of newborn infants. تمام، احنا قلنا هنشيل كلمة infant دي عشان ما نتلخبطش منها وما بين المرحلة اللي بعدها. nursing care of newborn على طول، يعني دلوقتي طفل حديث ولادة، انا دوري معاه ايه كتمريض، دوري معاه ايه. اول حاجة بيقول لي ان انا بعمل immediate assessment by upgrade score او upgrade scoring، يعني انا بعمل تقييم الطفل ده لسه مريض حالا دلوقتي وانا موجودة اثناء عملية الولادة. طبعا المفروض يبقى في عملية ولادة بجانب الجزء بتاع النساء، يعني دكتور النساء موجود والممرضة والاسيستنس وكل الكلام ده، لازم يبقى فيه استاف خاص بالطفل اللي هيخرج عشان يبقى فيه كير خاص بالطفل اول ما يتولد على طول، يعني يكون تجنبا او احترازا انه الطفل ده يكون مثلا نازل الريست يعني. تمام، بعمل ابديت اسسمنت الابجار سكورينج من خلال عندنا مقياس اسمه ابجار، نظر للعالم اللي اكتشفه او اللي اخترعه، يعني في ناس بتقول على حسب ان اللي اكتشفه او اخترعه اسمه ابجار، في ناس تانية بتقول على حسب الابجار ده كل حرف بيرمز لكلمة معينة في التقييم اللي احنا هنقوله دلوقتي. اول حاجة بيتكلم على الهارت ريت، يعني ضربات القلب، انا بقيم الهارت ريت من خلال ايه، يا اما هسمع بالهارت ساوندز الريزم بتاعها وطبعا او ان انا هقيسها مثلا، او من خلال اسهل حاجه ان انا هكون موصله الطفل على المونيتور اللي هو ايه هيقيس الهارت ريت على طول، هيطلع لي الرقم على طول. تمام، طيب، يا اما يديني الصفر
يعني ما فيش خالص، يعني ما فيش هارت ريت مش موجود، يعني كده القلب مش شغال، فانا في الحالة دي هديله صفر. تمام. طيب في ضربات قلب بس اقل من 100 هديله سكور 1. طيب ضربات القلب موجودة الحمد لله واعلى من 100، كده الهارت بتاعه زي الفل شغال كويس، هديله نقطتين. تمام. تمام. بعد كده الريسبيراتوري افورتس، يعني المجهود اللي بيقوم بيه اثناء عمليه التنفس، يبقى مفيش مجهود اصلا، يعني معنى اصح انه مش بيتنفس اصلا، صفر، هياخد صفر على طول في السكور. طب بيتنفس بس النفس بتاعه مثلا irregular، مش منتظم، بطيء مثلا، هياخد 1. جود كراي، بما انه جود كراي فالايروي بتاعه بيتنت، فاللنج بتاعته كويسه، فبيبدا يحصل جيزكس تشينج، يحصل عمليه تنفس بطريقه كويسه، فانا هديله ايه، هديله في السكور ده 2. بعد كده المسل تون، القوة بتاعت العضلات بتاعته، لمب حاجة كده لتذكر، بديله صفر. طبعا سام فليكشن، انسناءات خفيفة زي ما موجود عندنا في الصورة على الشمال كده، هديله 1. اكتيف موشن، يعني بيتحرك كتير، بيعيط، ايده بتتحرك رايحة جاية، فليكشن اكستنشن، ايده رجله بتتفرد وهكذا، هديله نقطتين. بعد كده بالنسبة للريفلكس اريتابيليتي، يعني انا دلوقتي هعمل له حاجه المفروض انها تسبب له اريتيشن وقيم بناء عليه، حصل اريتيشن زي الفل كده، ليه الجهاز العصبي بتاعه شغال والدنيا زي الفل، ما حصلش يبقى في مشكله في الجهاز العصبي والطفل ده محتاج تنبيه. تمام. ما حصلش نو ريسبونس، ما حصلش اي استجابه خالص، صفر. دراي ماس، او ان احنا ممكن نسميها ويك مثلا، ويك ريسبونس اللي هي استجابة ضعيفة، هياخد 1. او كراي اللي هو عيط يعني، او ادى سترونج ريسبونس، فهياخد نقطتين. بالنسبة للكولر بتاعه اللون، طبيعي ان يكون الطفل بينك، احنا قايلين بينك ريد او دارك. لو لقيت الطفل ده شاحب، معنى شاحب ان ايه، مفيش دورة دموية اصلا واصلة للاعضاء بتاع جسمه، هياخد صفر. يا اما هلاقي مثلا جسم كله بينك ما عدا الاكستريميتيز بتكون بلو، ده طبعا ناتج ان هو بس محتاج ان هو يدفى شويه، او الاكسجين مش واصل للاطراف، احطه على الهيتر واوصله بنزل نزل كانولا او نزل اكسجين خفيف كده، الدنيا هتظبط معاه ان شاء الله. بديله نقطه. جسم كله بينك بديله نقطتين. طبعا ايه اللي انا عماله اقوله بقى، نقطه ونقطتين. طبعا انا في الاخر بجمع السكور ده كله على بعضه واشوف النتيجه كام. طبعا من 7 فيما فوق الدنيا زي الفل معاه، من 3 لـ 6 يعني السكور مش احسن حاجة، محتاج ان احنا نظبط الطفل ده شوية. طبعا اقل من كده الطفل ده محتاج ريسستيشن، او محتاج انعاش، يعني محتاج ان انا انبهه اصلا. طيب انا بعمل ابجار سكور ده امتى؟ في الدقيقة الاولى من عمر الطفل، وفي الدقيقة الخامسة من عمر الطفل، يعني بعمل له الدقيقة الاولى وبعد 5 دقايق بكرره تاني، لان انا في الدقيقة الاولى طلعت سكور معين بناء عليه اشتغلت مع الطفل، لحد ما بعد 5 دقايق اقيم الشغل بتاعي مع الطفل ده نفع ولا مش هينفع، يعني اشوف طريقه تانية اشتغل بها مع الطفل عشان اعمل له استيميوليشن، او ان انا افوقه معايا. ده كان بالنسبه لي ابجر سكور. بعد كده تاني حاجه بيقول لي ان انا دوري بقى في النيرسينج كير، تاني حاجه مينتيننس اوف اكلير اير واي اند انيشيشن اوف ريسبيريشن، يعني بحافظ على نظافه الاير واي من خلال بعمل سكشنينج للسكريشنز او للمادة اللي احنا قلنا عليها اللي هي السيرم نيوس، يبقى موجود في الطبيعي النورمال ده. طبعا عشان الطفل اول ما هيعيط هيحصل ايه، هيحصل انسبيريشن، هيشفطه. طبعا لو شفطه هيدخله في الرئتين، والرئتين هيحصل ايه، لونج كولابس بقى، ويحصل نيمونيا، ويحصل مشاكل الطفل في غنى عنها اصلا. فانا حافظ على ان الايروي بيتنت، ولما حافظ على الايروي بيتنت هيبقى مفتوح، فانا لما اجي اديله اكسجين مصدر اكسجين ان هو يتنفس بطريقه كويسه، فهيدخل على طول على اللونج. تمام. بعد كده مينتين ثيرمال انفايرمنت، بحافظ على البيئه دافيه زي ما قلنا ان انا بحط الطفل ده على الهيتر او الدفايه او السيرفو، يعني بحسب ما بتتقال يعني. بعد كده بعمل كلامبينج للانفانت كورد، بعمل كلامب اللي هو انا بحط جفت، وبعدين بجيب المشرط وبقطع الحبل السري طبعا، وبحط 2 كلامب عشان احافظ، قبل ما اقطع طبعا بحط الكلامب تمام عشان ما يحصلش بليدنج. بعد كده برش عليه كحول. تمام. بعد كده الكير اوف ايز، يعني بعمل رعايه من العين، احنا عارفين الرعايه بتاعه العين بتستخدم من خلالنا بستخدم ميه دافيه او نورمال سلايت، بيكون طبعا ده من الداخل للخارج، يعني
من الجزء الكورنر الداخلي قريب من الانف للاوتر للخارجي في اتجاه واحد ما برجعش تاني. بحافظ على الاي ليدز اللي هو او بجففها، او ان انا بحط قطره مشهوره جدا في النيو بورن اسمها قطره توبرين. تمام. بعد كده weighing the newborn من خلال بقيس الطفل ده عشان اعرف الوزن بتاعه ايه. طبعا بناء على الوزن انا بقيم حاجات كتير جدا، بقيم الفيزيكال بروس سوري بقيم الوزن بتاعه، هل هو نورمال ولا مش نورمال، يعني هل هو طبيعي ولا مش طبيعي. الطفل ده مثلا لو اوفر ويت ممكن اقيس له مثلا السكر، يعني اشك ان هو بيكون دايبيتك، او الطفل مثلا ده محتاج انه يتحجز بالحضان عشان محتاج ان احنا مثلا نزوده في الوزن، فاحنا هنمشي بسيستم معين في رضاعه عشان او ان نرضعه لبن معين عشان يزيد وزنه، او لو الطفل هيتحجز معانا نحسب الريت بتاع المحاليل، يعني الويت ده هنحسب عليه حاجات كتير جدا. بعد كده identification of newborn، طبيعي ان انا بعرف الطفل ده من خلال كارت التعريف، تبقى الاسوره كده موجود عليها اسم، طبعا الطفل لسه ما اتسماش، هيبقى اسم الام ونوع المولود ده ولد ولا بنت، وكمان اسم دكتور الولاده او دكتور النساء يعني. بعد كده البريست فيدنج بحتاج الى طبعا الرضاعه، وي فوسترينج اند بروموتينج البيرنتس انفانت اتاتشمنتس، ان انا بقوي العلاقه ما بين الطفل والام، احنا قلنا من خلال التلامس اللي بيحصل في اللحظات الاولى من عمر الطفل ما بين الام والطفل. كده يبقى خلصنا الجزء الثاني من الجروث اند ديفلوبمنت الخاص بالنيو بورن.